عندما يتعلق الأمر بناد عريق بحجم رايد القبة يصارع أمواج القسم الهوات من أجل البقاء، فاعلم أن أنصار النادي في الموعد. ملعب الشهيد بن حداد بالقبة كان مسرحا لمواجهة مصيرية بين رايد القبة وشبيبة شراقة. أصحاب الأرض تولوا زمام المبادرة وفرضوا ضغطا رهيبا على حارس الشبيبة فراحي الذي تصدى لرأسية إيلول قبل أن يعود ذات اللاعب ويجرب حظه في التسجيل، لكن من دون جدوى. والحمد لله ربي وفقنا، وكما قالنا من قبل سليمان الكابتن قالنا اليوم ما اشتعنا ودرنا الحمد لله. رد الضيوف كان عن طريق الهجمات المعاكسة، وكادت إحداها بواسطة كرنفالي أن تكلل بهدف لولا تدخل المدافع بالمدور في آخر لحظة. الأسلوب الدفاعي للشبيبة حتم على القبة اللعب على وتر المخالفات الثابتة، وكاد أي تعلي والصيد على إثرها أن يخادع الحارس فراحي لتنتهي المرحلة الأولى على البياض. المباراة كانت شويه سي نورمال تكون المباراة شويه واعره، علاش؟ باسكو هما يلعبوا غانيت سيلومانتيا كيما حنايا، هما واش حاجه اللي مليحه فيهم عندهم دو شونس، حنا اون سول شونس يفوت ربح، هما يزافي دو شونس سواء يا اما يديروا ماتش يا اما يقعد. بعد الاستراحة شحذ المدرب يوسف العجاج من همم لاعبيه، واستطاع ماماش في لقطة خاطفة أن يتحصل على ضربة جزاء ترجمها زميله أي تعلي إلى هدف، أعاد الروح لفريق عريق يمني أنصاره النفس بعودته سريعا إلى حاضرة الكبار. بعدما نجا بأعجوبة من كمين السقوط إلى ظلمات قسم ما بين الرابطات، يتطلع فريق رائد القبة لطي صفحة موسم كارثي بكل المقاييس، على أمل أن تضرب مدرسة القبة موعدا لعشاقها للعودة إلى مكانتها المعهودة ضمن مصاف الكبار. كمال بوزار، زير نيوز، من ملعب بن حداد بالقبة، الجزائر العاصمة.